راديو نيل. والحقيقة معانا دلوقتي على تليفون واحد من أهم الكتاب بتوعنا الموجودين على الساحة على الإطلاق، اسمه بيحمل علامة الجودة. حينما يكون اسمه موجود على أي عمل فني، احنا على طول من قبل ما نشوف هذا العمل بنعرف انه هذا العمل عمل مهم وأكيد هيكون عمل ناجح. باهر دويدار المؤلف المهم جدا موجود معانا الآن. يا مساء الفل. مساء جمال، يا أهلا بيك يا أبي. منورنا، ربنا يخليك، ده نورك. الحقيقة يعني حينما نتحدث عن أعمالك، الحقيقة يعني مش عارف أقول مين أهم مين أقل، صعب لأنه كلها أعمال مهمة. أنت شخصيا كباهر دويدار بترتب أعمالك إزاي، أو بتشوف إيه الأعمال المهمة اللي أنت قدمتها من وجهة نظرك أنت؟ يعني مش عارف، ده سؤال صعب. صعب جدا. أنت عارفة كل سنة بيبقى العمل اللي أنت بتعمله في السنة دي هو أهم عمل بالنسبة لك، لكن يظل الاختيار الجزء الأول له معزة كده عندي، لها علاقة بالله يرحمه أحمد منسينا. طبعا في ارتباط عاطفي كده بعيدا عن المسلسل بشخص أحمد منسي، يمكن ده بيحقق لي حالة مختلفة شوية ما بين كل المشاريع التانية. ايه كمان؟ هجمة مرتدة؟ طبعا. بصي، انا يعني مش عايز ابقى بقول كلام كبير، بس هو يعني انا بفترض ان البني ادم فينا المؤلف بالذات بيبقى عنده مشروع فكري كده، في فكرة بتزقه للكتابة، وبيبقى الأعمال دي عبارة عن أدوار كده زي العمارة فوق بعض، كل واحدة فيهم بتسلم للتاني. فبداية الانكلابش بأجزاء الثلاثة، ثم الاختيار، ثم هجمة مرتدة، ثم العائدون، بتخيل إن دول سلسلة كده بتسلم بعض، وربنا يسهل الحال ويبقى اللي جاي برضو مكمل، فإنهم كل واحد فيهم بيكمل حاجة كانت التاني لسه ما عملهاش. اللعب أصبح على المكشوف، ده اللي شفناه في العائدون حينما ظهر صناديق الأمم المتحدة أو يشتبه في تبعيتها للأمم المتحدة، فقال الجمهور أول ما شافوا هذه المشاهد اللعب بقى على المكشوف. قررت أنك تلعب على المكشوف. طبعا هو اللوجو اللي معمول للكراتين شبيه شوية باللوجو الأمم المتحدة، لكن هي هنا احنا مقدمينها كمنظمة إغاثة من الدولة اللي فيها كمان. أنا كنت يعني من المحظوظين أني اشتغلت في الأمم المتحدة 3 سنين، وفي عالم الإغاثة اشتغلت في الصومال سنتين، واشتغلت في ليبيا سنة، وفي تقارير كتيرة، هي مش وجهة نظر خاصة بي لوحدي، يعني هو في تقارير كتير في 10-15 سنة اللي فاتوا، 20 سنة اللي فاتوا، لدور بتلعبه بعض المنظمات الإغاثية في المناطق اللي فيها صراعات. الموضوع له علاقة بأنه دي أكتر هيئات بيبقى عندها حرية حركة في المناطق دي، يعني تقدر تدخل وتروح وتيجي وتدخل تريلات وآخر. فتورط بعض المنظمات دي، طبعا مش كلها، هي استثناء، أصل في الأمور أن دي أمور معمولة لخدمة الناس، لكن بيستغل ده في أعمال مخابراتية وفي تمويل وفي نقل معلومات وفي نقل سلاح وفي نقل فلوس في كل المناطق السخنة الحقيقة، يعني ده في تقارير كتير، وفي منظمات تم إدانتها بده، يعني اتمسكت وهي بتعمل الموضوع ده، مش بس فرض نظري. فأنا حبيت أتطرق للنقطة دي لأنه الملف السوري الحقيقة إحنا الإرهاب اتكلمنا فيه على مدار 10 سنين اللي فاتوا من زوايا كتير، فبرضو أنا في العائدون كنت بحاول أدور على زاوية مختلفة ما حدش تطرق لها لسه. يعني فلقيت إنه زاوية التمويل ونقل الحاجة وبتاع، إزاي بيتم الكلام ده؟ بس الناس دي لو محاصرة جوه مكان بتوصل لها الحاجات دي كلها إزاي؟ عندهم التقنيات دي كلها إزاي؟ عندهم المهارات دي كلها إزاي؟ الأسئلة اللي هي بقى ما وراء الحدث نفسه، مش الحدث، لا، ما وراء، ازاي الناس دي بتعمل كده؟ فبنحاول نكشف ده قدر الامكان. اشتغلت اكتر من مره مع امير كرارة، لماذا تراهن على امير كرارة؟ 5 مرة المره دي، احنا خمس مشروع بنعمله. اولا انا بحبه على المستوى الشخصي، بعيدا عن التمثيل والكتابه وكده، بحب امير جدا جدا، وبرتاح في الشغل معاه، وبيننا يعني كيمياء في العمل، لكنه هو كممثل أمير قماشته عريضة جدا، يعني وما زال عنده طاقات لسه ما طلعتش. أمير شكله حلو، جسمه كويس، بنيانه كويس، بيعرف يعمل أكشن، دمه خفيف، متلون، يعني أمير يقدر يعمل أي دور، أي شخصية، أي حاجة، مش مقيد، ما عندوش في ملكاته شيء يأيده يقول
لا امير ما ينفعش في الدور ده، مفيش حاجه ما ينفعش فيها. الحاجه الثانيه ان هو ممثل بالفطره، هو عنده مواهب تمثيليه بالفطره، مش الموضوع بالتعليم او بالدراسه او بالتقادم، هي ربنا مديها له. وقد يكون طاقه الابداع اللي عنده هو ما يعرفش حجمها قد ايه. دايما اقول له كده، اقول له انت ما انتش عارف انت شاطر لحد فين. فبنحاول كل مره كده ان احنا نوري للناس مناطق تكون مش ما شافتهاش عنده، واظن انه امير لسه عنده كتير يقدمه. بيختلف ازاي امير عن احمد عز مثلا بطل هجمه مرتد؟ يعني اعتقد انه امير في شكله وطريقته اقرب شبه الناس اكتر. يعني طبعا الاثنين نجوم كبار، لكن احمد، لكن امير شبه الناس اللي في الشارع اكتر. دي حكايه بتديك مساحه للشغل والوصول للناس اكتر. انا يعني احمد ممثل وسيم، ما تقدرش تتحاشى وسامته وانت بتكتب له، ما تعرفش. حلوة دي، لا تستطيع ان تتحاشى وسامة احمد عز وانت تكتب له. وصورته الذهنيه عند الناس بقى شكلها عامل كده كمان. مش يعني صعب قوي انك ايه تقول انا مش هجيب سيره الموضوع ده خالص. لكن امير رغم وسامته، لكن تقدر تتعامل بيه. مثلا احنا في ثلاثيه كلبش ما لعبناش على الشكل ده خالص. يعني ما كانش له اي دور عنده. فعلا. لان بقول لك هو حتى لو عنده وسامه، هي وسامه شبه الناس، شبه الشارع اكتر. يعني فاقدر اعتبره انه عادي يعني، مش لكن احمد جان محطوط في منطقه، والصوره الذهنيه عند الجمهور عنه شكل الجان المصري اللي هو احنا اتعودنا عليه، اللي هو مواصفات الجان تتجنبها وتقول انا والله انا مش هلعب لا ما تقدرش. يعني اظن كده يعني. طيب العائدون، بعض الناس قالت انه يعني العائدون ده جزء تاني من هجمة مرتدة، ولكن انتم اكدتم انه لا، ده مسلسل مختلف تماما ومستقل. ليه الناس اتلخبطت وقالت ده جزء تاني من هجمة مرتدة؟ اولا لانه كان هجمة مرتدة كان قفل قفله مفتوحه توحي بانه في جزء تاني. واعتقد وجود اسمي على عمل امني، باعتبار ان انا اللي كتبت هجمة مرتدة، فالناس تخيلت ان ده ممكن يكون امتداد له. لكن الحقيقه ده كان من الاسئله اللي انا وضحتها بشكل يعني قاطع من الاول، انه لا، هو مش جزء تاني، هو ده مسلسل منفصل بحدوته منفصلة. قد يكون النوع الدراما هو نفس النوع، لكن الحدوتة مختلفة تماما. حتى الشخوص بتاعتها ما عندناش ولا شخصية من هذه. عندكم أمينة خليل، محمود عبد المغني، محمد فراج، محمد الأحمد، يعني في ناس كمان مش مصريين. كان ده كان حلم من الأحلام اللي كان نفسي أحققها. أنا كان نفسي أعمل مسلسل اللي هو ما يطلق عليه بان عرب، يعني في ناس من هنا وناس من هنا وناس من هنا، وربنا كرمني السنه دي الحقيقه بانه الموضوع احتمل ده، وشركه الانتاج ميدي هاب والاستاذ محمد سعدي الحقيقه كانوا متعاونين معانا جدا في الحكايه دي، ان احنا نجيب نجوم عرب كبار ومهمين وكده يشاركوا معانا. والحقيقة محمد الاحمد نجح على المستوى العربي. لا 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 نجم سوري مش كده، وسوري سوري. وعندنا ناس من لبنان، وعندنا ناس من العراق، وعندنا ناس من المغرب، وعندنا ناس من تونس. يعني المسلسل فيه جنسيات عربيه مختلفه، بطبيعه انه الحدوته كلها تخص العرب في مجملهم، ما تخصش مصر بس. صحيح، لان العائدون عادوا لاوطان عربيه مختلفه. بالظبط كده. فهو خطر يتهدد كل الدول دي. ومن الحاجات اللي اسعدتني يعني بشكل شخصي، ان ردود الافعال في الدول العربيه يعني مرضيه الى حد كبير جدا. يعني المسلسل بتشافه عامل رد فعل ايجابي جدا في كثير من الدول العربيه. حلو جدا. هو مستوحى من قصه حقيقيه. ده حقيقي. عن العائدين من اوكار الارهاب في الفتره من 2018 ل 2020، وازاي المخابرات المصريه استطاعت انها تتصدى ليهم. بالظبط. هند صبري في هجمه مرتده. طبعا هي نجمه، صحيح هي تونسيه، ولكن احنا في مصر خلاص احنا بنعتبرها نجمه مصريه، ما بنعتبرها بنتنا خلاص. بالظبط. السنه اللي فاتت لما نزلت هجمه مرتده كان الناس كتير برضو بتسال، ما كانش في اي نجمه مصريه، رغم ان احنا بنعتبر هند صبري نجمه مصريه. ليه تم اختيار هند صبري بالذات في الدور ده؟
لا الحقيقة هي كانت الترشيح الأول، هي اللي كانت الترشيح الأول للدور. لأنه أول موضوع الجنسية ده احنا ما بنحسبلوش قوي في الترشيح. الحاجة التانية زي ما حضرتك تفضلتي وقلتي كده، إنه هي هند ده بتتحسب على المصرية زي إياد نصار، يعني ما تقدريش تقولي إن إياد نصار مش مصري خلاص. بالظبط، ده سينا إنه أردني. خلاص احنا نسينا الحكايه دي وبنعتبرهم من ممثلينا يعني. الهند ما بتتحطش في الدايره دي، اضافه الى انه الترشيح كان بناء على مين افضل ترشيح، قال يا حد ممكن يعمل الدور. والحقيقه هي عملت يعني شغل هايل واضافت للدور بشكل كبير، كانت قيمه كبيره بالنسبه لنا يعني. والحقيقه انجل مقدم عمل الدور حلو جدا في هجمه مرتده. جدا يعني اتقانته بشده يعني، وكان دور صعب يعني. احنا ضمن الادوار مثلا اللي كنا بكتبها كنت عمال اقول لهم هيجيبوا لنا مين في وقتها، ولما شفت انجي هي عملت شيء يعني عظيم وودت الاحساس بتاع الشخصيه جدا. احمد نادر جلال مخرج مسلسل العائدون، كيف كان التعاون معاه؟ والله انا كنت يعني كانت امنيه عندي ان اشتغل مع الاستاذ احمد بقالي كذا سنه، وتواصلنا وكان في اكتر من مشروع وما تمش يعني. مره كنا هنعمل فيلم ومره كنا هنعمل مسلسل وما تمش. فانا الحقيقه سعيد جدا 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 فوق الوصف يعني. هو شخص اولا مخرج كبير ويعني مش انا اللي هتكلم عنه طبعا، مخرج مهم من طبعا من قبل ما انا اشتغل الشغلانه دي يعني. احمد بيخرج افلامه وافلام بتنجح وبتكسر الدنيا، وانا لسه ما اشتغلتش في الكتابه خالص. وابن نادر جلال يعني، ومن عائله فنيه. كنت اقول لهم احمد عنده جينات بس اتشغل طبعا يعني نادر جلال بالظبط. وعلى مستوى الشغل اريح بني ادم ممكن تشتغلي معاه، راجل محترف فاهم شغله كويس جدا، بيقدر قيمه النص وقيمه المؤلف، اضافاته دايما في مكانها. النقاش معاه من اسهل ما يكون يعني، دائما ابدا النقاش ما بياخدش وقت طويل وبنوصل فيه لاحسن نتيجه. وتبقي تأتمنيه على النص اللي تديه له يعني. هو فعلا من المخرجين اللي يؤتمنوا على النص وعارف كل التفاصيل وفاهم هو بيعمل ايه وعنده الملكات والقدرات اللي تخليه يعمل شغل كويس جدا يعني. انا الحقيقه سعدت جدا 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 بالتجربه معاه، واتمنى انها تتكرر. لانه انا بعتبر احمد في الجيل ده من اهم الاسامي اللي موجوده ان لم يكن اهمها. قلت لي جمله مهمه جدا، انه بيؤتمن على النص بتاعي، لان ده كان السؤال اللي هساله لك حالا. بتختار انت او يعني ازاي بيبقى النص بتاعك اللي انت بتكتبه بيروح لايد المخرج اللي يتوافق او اللي هيطلع النص بتاعك بطريقه مثلى؟ بيحصل ده ازاي؟ النقطه بتبدا من عندك ولا من عند المخرج ولا ما يعني انت شخصيا بتشتغلها ازاي؟ بصي هي برضو بتتوقف على شخصية المخرج. هو الحكاية كلها في انك تقدر تنقل اللي جوه دماغك مش بس اللي على الورق للمخرج اللي قدامك. انت كنت كاتب كده ليه، او عامل دي ليه، او تقصد من دي ليه؟ لانه المخرج لما بياخد منك ده هو بيبتدي كمان في مجال عمله هو يأكد الفكرة دي اكتر، يقدر يطلع بيها ويقدر ينزل. فكل ما كان التواصل ما بين المؤلف والمخرج عالي واقفين على نفس الارض ومتبنيين نفس الافكار، كل ده ما بيبان قوي في تنفيذ الحاجه. مين اكتر مخرج حسيت انه نقل افكارك بشده؟ انا السنه دي متفاجئ من احمد نادر بصراحه. متفاجئ فعلا احمد نادر يعني جلال بتحقيق طبعا. طبعا لانه يعني حتى تفاصيل صغيره انا ما كناش يعني، هو ما قاليش انه هيعمل كده مثلا في الغابه، بس خلاص هو عارف ايه المقصود من المشهد، فبيبتدي حتى في اختيار زواياه وفي المونتاج وكده بياكد على الفكره. مخرج فاهم وواعي وعارف، هو عارف روح المشهد ده احنا عاملينه ليه، الشخصيه دي حاسه بايه دلوقتي، وبالتالي هو بيبتدي في تكنيكه هو كمخرج وتوجيه ممثل و و الى اخره، بيمشي في نفس اللاين. فما تحسيش ان، لانه احيانا تحسي ان المسلسل ماشي بالعكس، المخرج عنده وجهه نظر والمؤلف عنده وجهه نظر ثانيه، فالدراما تبقى طالعه متضاربه كده بالظبط، واحنا مش هنصدقها، احنا هنحس ان في حاجه غلط، في حاجه غلط، الناس دي مش متفقه على الكلام. لكن الحقيقه التجربه مع احمد نادر جلال بالنسبه لي كانت اكثر من رائعه يعني. يعني عشان كده قلت لك يؤتمن على النص. انت مجرد انك انت هتقعد وتتناقش معاه وبقى عارف ايه اللي في ذهنك، خلاص انت ما تشغلش بالك بحاجه، هو خلاص قادر ياخد الورق ده يحوله لصوره متطابقه ويمكن اعلى كمان من وجهه النظر اللي انت بتقولها. مساله مبدا واضح جدا من خلال اي حد يتفرج على الشغل بتاعك، انك عندك يعني مبادئ لا تحيد عنها،
عشان كده اخترت لنا تسمع علي الحجار. انت قلت لي انا بحب قوي علي الحجار، بحب الأستاذ علي جدا واخترنا جدا. ليه بتحب علي الحجار؟ طبعا ده يعني كلنا بنحب علي الحجار، ولكن لما كاتب بحجمك يحب علي الحجار معناها انه انت يعني في التقاء فكري كده بينكم، بين ما يقدمه من اغاني، ما يقدمه من مضامين في اعماله. هو مش يعني الاستاذ علي جمع حاجتين. اولا عنده صوت استثنائي جدا، يعني ما فيش حد صوته زي علي الحجار، ما حدش يعني صحيح. سبحان الله. يعني هو عنده مناطق في الغنى ما حدش بيعرف يطلعها، وانه مطرب صاحب قضيه من وهو صغير، ما بيغنيش وخلاص يعني. لا، وحجم الانتاج ما شاء الله، يعني الراجل عامل فوق 1500 عنده اغنيه. بورتفوليو، هو جامد. فوق الف تاريخ. والحلو فيهم كتير، وكل الالوان وكل الاشكال، زائد انه مطرب مثقف جدا جدا ووطني وواعي وفاهم دوره كفنان وبيقوم بيه. يعني انا بحترمه كمان كشخص، اضافه الى انه هو مطرب مش مستني حد يتكلم عنه يعني. واحنا زمان كنا واحنا في الجامعه كنا فريقين كده، في فريق المنيريين وفريق ايوه. الحجريين. فانا كنت من الحجريين اكثر يعني. انت صحيح خريج كليه طب؟ كلية فعلا الطب طب الاطفال قصري، يعني دكتور، سبت مهنه الطب وقررت. اشتغلت في الطب شويه كتار يعني، اشتغلت اكتر من 12 13 سنه والله كنت دكتور ايه بقى؟ كنت دكتور تخدير ورعايه مركزه تخدير؟ اوعى تكون بتخدرنا بكلام. لا، هي فادتني الحقيقه المهنه في انه كنت بتتعامل مع المرضى دايما في لحظات ما قبل العمليات دي. لحظات صعبة جدا. بيبقى الانسان على طبيعته خالص، ما يقدرش يبقى ما يعني ما يقدرش يزيف حاجه، فبيعمل عندك مخزون من الشخصيات كده بيفيد في المهنه بتاعت الكتابه احيانا. لا، اصل دكتور تخدير يسيب المهنه بعد 12 13 سنه ويروح وكل يعمل شويه اعمال كنت ناجح مهمه، في شغلي يعني. وتسيب وتقرر انك تسيب مهنتك. اصل دراسه الطب دراسه شاقه وصعبه وطويله، فانك تسيب كل ده بعد ما اشتغلته 12 13 سنه وترميه ورا ظهرك وتقرر انا هتفرغ للتاليف، برضه قرار صعب. والله هي انا يعني فضلت متردد فتره طويله، وحاولت بقدر الامكان ان انا احافظ على المهنتين في نفس الوقت. وبعدين في لحظه بقى مش يعني مش نافع يعني، كل واحده فيهم بتضر التانيه ولازم اختار. ندهتك فالحقيقه النداهة يعني. يعني يمكن ده اخر شويه ظهوري بشكل مكثف يعني، لكن افادني في حاجات كتير. برضو المرحله اللي عشتها وانا بمارس الطب فرقت معايا في مخزونك المعرفي يعني، شفت حاجات في الدنيا ما كنتش هشوفها لو انا امتهنت الكتابه من بدري. جميل جدا، انا بشكرك جدا جدا جدا. انا اللي متشكر جدا يا انجي، انبسطت قوي قوي بوجودي معاك النهارده يعني. انا انبسطت انك كنت معانا، وان شاء الله يكون لنا لقاء بقى مطول اكتر من كده، واهداء ليك مسألة مبدأ. وبنشكرك انت على اعمالك الجميلة أشكرك وعلى مبادئك الواضحة التي لا تحيد عنها في كل اعمالك. شكرا شكرا جزيلا.